يعني واضح كتير عبالكم تحكوا اليوم عن وليد فياض، بس خلينا نحط وليد فياض والكهرباء على جنب لنحكي عن كوكب نظام وروكب. مارلين نعمان بي بونجورين عبر صوت كل لبنان بعد شوي. بونجورين شو هالقافية يا زفير؟ مبسوط او زعلان غير مودك مع زفير. قلنا على امل كان فلتت شوت، ولكن بحفله بالفورم دو بيروت الاسبوع الماضي اثبتت ماريلين نعمان ان مشروع نجمه لبنانيه جديده بكل المقاييس وبالصوت والصوره والشخصيه. ماريلين صباح الخير. بونجور. بونجورين. كان انترودكسيون حلوه يا زلمه. بس بدي بلش لك بشو حسيتي انت، يعني حسب الغنيه حسيتي انه ما حدا يسالك شو حسيت؟ انه بكون كذابه اذا بدي يكون عندي صوره كتير واضحه على اللي عم عايشه بكل صراحه، لانه ما في شيء بالحسبان. صار لي سنين بشتغل موسيقى وصار لي كتير بالنهايه الارتست بيكون ناطر اللحظه تبعه اللي يمكن بيكون صار قادر انه يتواصل مع ببليك هالقد كبير، بس بيكون يمكن محضر حاله مهنيا، بيكون محضر حاله حتى نفسيا، بس شعوريا بعد ما عندي جواب غير انه بعدني فوق الغيوم، يعني قلبي بعده عم بدي بسرعة لهلا. بس بدي اقول لك يعني قد ما فيكي هيك انجوي ذا مومنت، يعني مش كل يوم واحد بيصير له اللي عم بيصير. اذا بدنا نعمل وصف واضح كيف كان شعور الفورم هيك، خلينا نبلش من اخر شيء. حلم يعني هو ساعة ونص للعالم يمكن، بس انا كان 30 ثانية واحد بحضر وبحضر أشهر، بس شعور المسرح وشعور كمية هالقد حب وكمية العالم اللي كانت موجودة كانت مغامرة. يعني لما قررت تفوتي بالفورم كنت يعني هيك واثقة بأنه رح يكون فول هاوس، أو كنت عم تقولي؟ أكيد كانت مغامرة لسبب يعني لسبب أول شيء إذا بدك إذا بدنا نحكي أرقام، أنه بالأو كان في 2000 شخص، قديه في قديه probability انه هال 2000 يجوا على الفورم كلهم، فهذا شيء عاده بيكون منطق انه يكون ريسك للمتعهدين. نعم. انه بينقذهم فكره انه الواحد بعده عامل حفله، بعده كمان بعده ببداياته وعامل حفله 2000، انه ليه بده يكون في 5000؟ وانا اللي لاحظته انه في كتير ناس كانوا لاول مره بحياتهم بيحضروا كونسرت اجوا يحضروك. هلا اللي كان كتير عم يجي تعليق انه شو حلو انه بس ما اكتفيت انه تطلعي وتغني، انه في يمكن اشياء كتير صغيره ومفاجآت صغيره كانت عم بتصير بالفورم. بيكون صار الفورم حسست العالم انه قد ايه عبالنا انه يمكن نقدم شو اكثر بعد الكونسير، اللي هو شيء بعرف انه يمكن جيلي كتير بحبه، حتى الجيل يمكن شوي الأكبر. في عالم كتير بلبنان بتقرر تروح تقطع تيكت وتروح أوروبا لتحضر أرتست بس كرمال لأنهم بيعملوا شو، مش بس بيقدموا أغاني معينة. فأكيد هذا هدف من أهدافي، وأكيد يمكن أنا بعدني بعيدة عليه، بس هيك حبيت أنه مثل ما بيقولوا نعمل ديجستاسيون لهالطبخة. مفاجأة السهرة أو هديتك لجمهورك وقتها أنه بأغنية جديدة نشاز، خبرينا عن هالأغنية. هذه الغنية انكتبت قبل ما حتى يكون في حالة مشاريع فنية شعبية أو غير شعبية، يعني من 3 سنين وقتها جاد ما كان حتى عارف حاله أنه عباله يكتب ويلحن بالحياة ويعيش من وراء هالمهنة. قبل ما حتى أنا أكون عملت أكبر خطوات إلي بالتمثيل بالغنى، قبل ما نقرر نحترف حالة شيء، إذا بدك كنت أنا كأرتست عم عاني من اشياء بتصور كتير من الفنانين او حتى اليوث، يعني الجيل اللي عم بعاني لا يخرق، عم بعاني لا يكون عم بيقدر يوصل صوته. مننتبه نحن وعم نفوت هيدا على هالطريق قد فيها تكون صعبه وقد فيها مطبات. فكنت انا بمرحله كنت كتير مخنوقه ومش عارفه، حتى مع انه ولا مره طول السؤال براسي، بس ماني عارفه انه هل بضل براك البلد خلاص او ببقى، لانه شو بعمل؟ بس ما انا هون عبالي اني اقول كل شيء، نفس الوقت كتير صعب هون كل شيء وكتير متعبين على حالنا. فانا وجات كنا اصدقاء وكنا عاملين غنيت 5 دقائق وترجمت هذا الاحساس اللي انا عبالي انا وصله اياه، كان تيم ورك وير انه هي جوت انسبايرد بانه خلص شو بده يخلي حدا استرونوت يغادر الارض.
اون بليس انه بيعرف كل ماي ستراجلز. انا كارتيست ارتيست عم بعمل اني بلش لو حتى مش انا قاطعه فيهم، نعرف نعرف نحن كبير قد ايه عم نستصعب انه نترجم افكارنا. طب شو المشكله؟ مشكلة النشاز، والنشاز أكيد معظمنا نشاز بس بالصوت. يعني كل جيل عنده مشكلة بأنه يثبت حاله، وهيدا الجيل أنا يعني باعتقادي أنه أهين له، لأنه كل شيء تغير، التكنولوجيا تغيرت، جاية بقصص كتير جديدة، جنزي يعني خربين الدنيا. ليه بالفن عم بيكون أصعب أنكم تخترقه؟ أنت وقتها كتير بعصر أنه كل شيء قدامك، ما بتعرف شو اللي فجأة بصير ترند، ما بتعرف المعايير قد تغيرت. هيدا حق كتير كبير. يعني انا عم بتخيل انه شو كان اصعب، الجيل اللي ما بعد فيروز يخترق او الجيل اللي ما بعد نانسي يخترق؟ بدي اقول لك شيء، انه هي على طول الكومبيتيشن بتكون اصعب، لانه عاده الانسان يعني مفروض انه يكون عم ضل يهدف لقدام بصعوبه الكومبيتيشن، لانه مفروض انه الحريه مع الوقت بتعلم الانسان انه يعطيها ويخدها أكتر، فأنه عندك هالقد فاريتي، كل شيء وارد، فقد ما بيكون هالقد كل شيء متاح ببطل أنا في مرجع. كتير عالم تشبهنا بس ما بتسمعوا فيهم. بعتقد أنا اللي قلتيه هيدي هي المشكلة الكبيرة، إنه ما في مرجع وكل شيء متاح وما في قانون. بكل صراحة لبنان ولا مرة هونا على الفنانين من قبل، يمكن كانوا قادرين يعملوا شيء نظام، شيء تفنجي، في شيء فورمول بشكل انه يظهروا شخصيه معينه. هلا وقت كلنا صرنا بنظهر على تليفوناتنا، وان بلس انه ولا مره لبنان كان منحط له نظام فني، خلص ستنكو ابسولي بشكل انه ما بقى ما في منصه، لو حتى في منصه، لانه المنصه متاحه للجميع، للي قادر واللي بيستاهل ما بيستاهل، اللي عنده صوت واللي ما عنده صوت. بطل في معايير، فانت بشكل انه الفنانين صايعين ضايعين، مش عارفين منين بدنا نبلش. حتى الفنان الحقيقي عم بحس قد ايه انه طب لا خلص لازم الحق هيك، بدل ما انا اطلع بشكل كتير طبيعي غني غنيه العالم تحبها وخلصت. مع انه هالقد هي هينه، بس بطلت هالقد هينه قد ما الواحد لازم يفلسفها على حاله. انت انا احنا بننتمي لجيل ما في اجانس، يعني ولا مره كان في ايجنسي بلبنان اللي هي شغلتها انها تطلق ممثل. قد ايه صعب الممثل يخرق؟ في شي مشاريع جديده هلا كمسلسلات عندك؟ مفروض انه يكون في شي على رمضان، بس بعد ما في شي مأكد اصلا. لا خبرينا. ولا ما في شي مأكد اصلا بوشنا. المش مأكد شو هو؟ هلا عم تسأل عليك عم شوف. طب عم بتغني لناس معروفة يعني بالكونسرت تبعك، زكي نصيف، ملحم بركات، غسان صليبة، إلين سيجارا، شو التأثيرات الموسيقية تبعك؟ يعني انت بمين مأثرة موسيقيا؟ بدي خبرك شيء، يمكن العالم هلا كلها عم بتقول انه يمكن مارلين هي صوت جيل جديد وانه صوت كتير انسبيري من الواقع اولا، وتاني شيء من شو عم يتقبل جيلي. انا بعتبر انه وقت الواحد عباله انه غير، اكيد كذب عليك اذا بقول لك انه انا ما عبالي من جوا غير الواقع البشع اللي نحن عايشينه، بس الطريقه على طول انه المرجع انا بعتبر انه الاشياء الكلاسيك والاشياء اللي كبرت انا عم بسمعها، القوه انه الاشياء اللي كنت عم بسمعها والموسيقى اللي كتير بتاثر فيه واللي كتير عملاقه، تكون هالقد انا مشبعه اللاوعي تبعي فيها بشكل انه صرت قادره يمكن هلا كون كتير عم بستوحي منها وعم بحكي جيل جديد. يعني انا عندي مرجع، يعني عنا مراجع، بعرف انه زاد عنده مرجع ومتان زاد الرحباني، انا بعرف انه عندي مرجع يمكن عندي مراجع كبيره بس اكبرهم مثلا ست فيروز، انه عنا مراجع مزبوط، انه ما عنا نظام بكيف ننطلق ودبوس، بس عندك بجاج، عندك بجاج بذاكرتك، بس عنا بجاج وعنا. وانت البجاج تبعك من فيروز او 90s اكثر؟ بلا فيروز اكيد اكثر من 90s بكثير، يعني بالنهايه ربيت اكيد على 90s الاغاني البوب، كرمال هيك في هذا السايت فيه كمان بالاو، انه كان في سايت بوب طالع من ماريلين لاول مره ما كان موجود بالاو، وعبالي انه العالم تتعرف عليه لانه مبلا كمان موجود بشخصيته. بس اكثر شيء الكونفورت زون تبعي يمكن هي بيانو فوا، هي هذا هالموسيقى اللي بتجي هيك، بتجي حلم
تجي حلم لثلاث أربع دقايق مثل ما كانوا أغاني أغاني الرحابني هيك هيك معودين بالبيت كنت أنا برفقاتي بمدرستي فما بيروحوا ما بيروحوا ولا محل هال هال هالدرس أنا بعتبره هلا بما إنه عم بنتهي الفن إنه كنت بالنهاية يمكن عم بدرسهم أنا من عارف أدي عمرك ماريلين لأنه عم شوف كل محل حاطين شيء يعني ما في عمر واحد عندك كذا عمر عمري 26 أوكي و يعني صراحة ما اكتفيت بس خلص الوقت بس عندي هيك آخر شيء سؤال حشري اسمك أهلك كيف نقوا ماريلين على على شو يعني لأنه حاسس أكيد في خبرية بالموضوع بكل صراحة ما كانوا عارفين إذا بنت أو صبي وآخر تكي حسب ما بصهم إنه عرفوا إنه بنت ف أنا معلمة عربي وقد ما she was out of ideas بطل عنده options قررت تفتح لستة التلاميذ وتشوف مين عنده أعلى علامة فأنه كانت ماريلين عنده أعلى علامة فكانوا هيك اسمه ماريلين وإن شاء الله ما بتجيبي إلا أعلى علامة بكل شيء بتعملي وخارج نعرفك على الماريلين اللي كانت جايبة أعلى علامة بتلاقى بالي عارف شي نهار يلا خلص انا اللي رح لاقي لك اياها ماريلين نعمان موفقه بكل شي بتعملي ثانك يو سو ماتش